لكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم غندير لكم واحد البلوغ، غندير لكم واحد البلوغ شي شويه يعني على داكشي اللي قدرت ولا على داكشي اللي صورت، اللي غادي تدوزوا معايا العشيه من مورا الغدا بطبيعه الحال. دابا غادي ندوز يعني واحد العشيه اللي صورت لكم فيها شي حاجه. وكما كتشوفوا انا دائما ماشي، حيت الناس بزاف ديال البنات في القناه كيقولوا لي عافاك حسنه بقاي ديري لنا الفلوغ في هاد العطله هادي، وقالت لي حتى واحد البنت انا راه ماشي ما كنبغيش ندير لكم الفلوغ. بصح انا هاد الصيف هذا كنخرج بزاف 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 بزاف، كنمشي لبزاف ديال البلايص، كنمشي فاش كندير مشتريات اللي كنوري لكم كنشارك معاكم، ولكن ما كنديرش الفلوغ حيت ما كنهزش الكاميرا معايا، ولا كنبغي مثلا الا بغيت نتقدى كنبغي نتقدى هكا يعني ترانكيل ولا ترانكيلا، ما كنبغيش زعما كاين نبرز الناس اللي كيكونوا كيتقداو تما. انا ما عرفتوش الناس، كاين الناس اللي كيعجبهم يبانو، كاينين الناس اللي ما كيعجبهم، كل واحد وكنحترم انا الراي ديالو. داكشي على اليوم انا غادي نصور لكم شي حاجه علاش قديت، يعني ما كنبغيش نبرز الناس اللي كيكونوا على الريديدور ولا اللي حدايا، وداكشي علاه ما سميتو حتى ما موالفاش زعما كاين نبقى نصور هكا بقى ندير البلوك، حيت انايا القناه ديالي معروفه غير كنوري لكم المنتوجات والحاجات اللي جربتها، شي حاجه جديده جربتها اي حاجه، داكشي باش معروفه القناه ديالي ولا الكوزينه ولا شي حاجه. اما بحال هكا البلوغات، ما القناه ديالي ما معروفاش بالبلوغات، داكشي علاه كيجيني شي شويه صعيب. انا اللي كيعجبني هو نبقى نكتشف شي حاجه شريتها، نبقى نشري بزاف ونبقى نكتشف معاكم. هذاك الشيء باش معروفه القناه ديالي، اما الفلوغ صراحه ما معروفاش. ولكن دابا غنبقى مع الطلبات، بزاف ديال البنات كيقولوا لي حسنا غير زعمي بقاي ديري الفلوغر، هذوك اللي كديروا دوك اللي كديروا عجبونا. دابا غنصور لكم هاد العشيه من مورا الغدا اللي دوز، الا بغيتوا تعرفوا بقاو حتى لاخر فيديو. غادي نرجعكم شويه اللور قبل ما نبداو المساريه ديالنا. كما كتشوفوا البنات في هذا الساك هذا فاش غادي نجمع داكشي ديالي اللوازم اللي غادي ندي للبحر. المهم هذا غير غادي نحط فيه الفوطه وغادي نحط فيه البرودويات اللي غنوري لكم من بعد اللي غادي ندي، ونحط الحاجات اللي غادي نوري لكم قبل ما ننسى. الا نسيت شي حاجه من بعد غادي نوري لكم فين غادي نكون في البحر. كما كتشوفوا البنات اول حاجه اللي غادي ندير هي هذه الفوطه هذه اللي خديتها في كاريفور. بالنسبه للناس هاد الايام كما كنعرفوا كل عام كيخصنا نبدلوا دوك اللوازم ديال البحر، هذه خديتها جديده. العام فايت كانت عندي وحده اللي خديتها وتلقيتها في واحد السوق اللي كيبيعوا هادشي الحوايج وهادشي، وجاتني رخيصه وزوينه وكبيره. وهذه على شكل فيها الرسمه ديال الدلاه طويله وكبيره. البنات اللي بغات تاخدها تمشي لكاريفور، راه دايرين ليها رباخه ودايرين ليها ب6.99 €، وراه طويله وكبيره. منين نفرشها في البحر ان شاء الله غادي نوريها لكم. ثاني حاجه البنات هو اللي غادي ندير البروتيكتوريس. البنات مهم تديو معكم بروتيكتور. المهم انا غادي نفضل اول حاجه غادي ندي، يعني تما ما غاديش نعرف شنو غادي ندير، غادي ندي فيشي كما كتشوفوا، هاد فيشي اللي دائما كنستعمل. وغادي ندي هادو غير الوجه ديالي والعنق، وغادي ندي هاد لاغوش بوزاي للناس اللي عندهم البشره سينسيبلي من الشمس. كما كنعرفوا البحر راه بحال كتكون الشمس هابطه بزاف، وكت يعني دغيا تقدر تحرق لينا الجلده ديال وجهنا. وغادي ندي مع انا كنحماق على سموريه، غادي ندي هذا اللي خديت من ميركادونا ديال الكوكو اللي كيسمر الوجه. من بعد غادي ندي هذا اللي كيبرد الوجه، وغادي ندي هذا البروتيكتور لابيال اللي كيصلح للناس يعني دايرين فيه واحد الاس بي اف 15 اللي يقدر هاد يعني هاد البروتيكتور هذا كيصلح للبرد والصيف، يعني الصيف وفصل البرد يعني الثلج وداكشي وحتى درجه الحراره. هذا خديته البنات في ميركادونا. المهم هادو هما المنتوجات اللي غادي ندي الا ما تفكرت شي حاجه اخرى،
وزائد هاد الفوطه هادي قلت لكم خديتها في كاريفور، وغادي ندي هادي اللي غادي نقدر نلعب مع ولد اختي في البحر، هاد الراكيتات هادو. وكاينه حتى واحد اللعبه اللي غنوريها لكم فاش نكون في البحر، اللي كت ديك راه نسيت الاسم ديالها، اللي كتبقاي يعني كتشيريها وكيعاود الثاني هو يشيرها لك. يعني ديك اللعبه كانت كتعجبني انا من الصغر. وما هاد الراكيتات هادو غنديهم غير باش نلعب مع خويا قلت لكم مع ولد اختي صغيور. كما كتشوفوا هنا دابا كملنا الطريق ديالنا. هذه الميريمار البنات ديال لي خيدو ولا ديال الميريا، غيعرفوا بلي الميريمار حيت البحر ديال لي خيدو هو الميريمار. المهم غادي نمشيو دابا البحر، وغنقول لكم بلي يعني كل مره انا فين كنت بحر، ماشي دائما في الميريمار، بعد مرات كنمشي لبلايص اخرين اللي كنكون مرتاحه فيهم. كنت كنجي العام فايت لهاد البحر هذا وكان كيعجبني، ولكن هاد العام هذا نقوله ما عجبنيش بزاف، حيت بحال ما داروش فيه الرمله بحال الايمان الاخرى، يعني مكتر فيه غير الحجر، وفيه داك النبات اللي كيلوح البحر بزاف، يعني داك النبات اللي كيكون مشوك. يعني فاش كتحطي الفوطه كتجلسي كتحسي بداك الحجر. كما كنعرفوا البحر ديال اسبانيا كاع كله كيكون هكاك، يعني هما الرمله غير كيزيدوها، ماشي بحال المغرب كيكون اصلا فيه الرمله. هادو غير ديما كما كنعرفوا حنا الناس اللي ساكنين اللي حداهم البحر، بحال حنايا قريب لينا اللي ساكنين في إليخيدو قريب لينا بزاف البحر هو الميريمار. كنردوا البال باللي الناس فاش كيوصل ديك شهر 3 شهر 4 بحال كيجيبوا الرمله بالكاميو وكيبقاو يكبوها في البحر، كيبقاو يزيدوها وداكشي. كما كنعرفوا المغرب هو اصلا فيه الرمله، هنايا كتمشي ديك الرمله كيبقى الحجر. هذاك هو الحاجه اللي ما عجبتنيش. نقولوا داك البحر ديال غوارديا فيخاس غادي تكونوا الناس ديال إليخيدو عارفينه، هذاك زوين بزاف ولكن كيكون عامر، ما كتلقايش نهائيا البلاصه فين غادي تكوني فين غادي تجلسي فيها، هذا كيكون فيه الرمله بزاف. المهم انا قلت لكم هذا العام هذا ما عجبنيش البحر ديال الميريمار، حيت بحال فيه داك الربيع بزاف اللي كيلوح البحر، وفيه دوك يعني فاش كتوصل ديك 7 د العشيه كيخرجوا دوك ميدوساس اللي كيكونوا في البحر كيكون لونهم بحال الدجاج كيقرصوا. هذاك هو الحاجه اللي ما عجبتنيش انا هذا العام هذا في البحر. المهم بغيتو تعرفوا اشنو غادي ندير من بعد في الفيديو، بقاو حتى لاخر فيديو.
تشوفوا البنات صورت لكم غير داكشي علاش قديت كما قلت لكم، حيت البحر كان عامر ويعني انا ما بغيتش نمرض الناس زعما كاين يشوفوا الكاميرا وداكشي وما يعجبهمش الحال ولا انا ما عرفتش. المهم دابا كما كتشوفوا الغروب هذا غادي تكون ديك 9:30 وحنا دابا راجعين للدار. المهم غادي نسميتو ولا درت شي حاجه من بعد غادي نوريها لك. كما كتشوفوا البنات هاني وصلت للدار ودابا انا كاينه هنا في البيت ديالي. جيت صراحه شويه عيانه حيت دوزت نقولوا كاع العشيه كلها بحال جينا دابا ما عرفتش شحال الساعه تكون ديك 8 ولا 9 هكاك 9:30. انا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندوش حيت كشوي عامره بالرمله وداكشي، غنمشي ندوش وغنمشي نتعشى واخر حاجه غادي نمشي نيشان نسميتو هذاك النعس. اليوم ما غاديش ندير لا روتين لا والو حيت كما كتشوفوا ما درت لا فونزوتا لا والو كاع ما سميتو الحجبان ديالي ما درت لهم لا ماكياج لا والو حيت انا متراسيهم بداك داك الميكرو والميكرو فاش كتراسيهم يعني ما كاينلاش تبقى دير لهم القلم وداكشي. المهم البنات كنتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم ونتمنى نكون فدتكم ولا عجبك ديروا لي بزاف ديال لي لايكات وشكرا بزاف. حتى المره اخرى ان شاء الله بسلامه.